السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ده فيديو صغير كده على الانفنتوري كنترول سبجكت تو انسيرتن ديماند، اللي هو أول ملف عندنا في البلاننج اللي هنمتحنه إن شاء الله السبت الجاي. إن شاء الله النظري هو مش في حاجة بإذن الله تقروه يعني، وبإذن الله هو سهل تمام. فاحنا هنخش على المسألة على طول. أولا المسألة عشان نحلها لازم نطلع حاجتين، حاجة اسمها سي أو والسي يو. إيه هما السي أو والسي يو عشان بس الناس متلخبطش؟ السي أو لو أنت دي معناه لو أنت في المكان اللي المسألة بتتكلم عليه، لو انت انتجت كميه كبيره تمام، فالزياده اللي انت انتجتها ديت هتروح فين او هتعمل بيها ايه تمام. فسي اوفرج معناه الكوست اللي انت بتخسره لما انت بتنتج كميات زياده. طب وانت هتخسر ازاي؟ نفترض مثلا انت في مكان بيبيع عربيات تمام، او قصدي مكان بيعمل اوردر للعربيات، فعمل اوردر لكميه معينه، العربيات كلها اتباعت وفضل مثلا عربيتين او فضل عربيه واحده، فالكوست بتاعك هنا ايه؟ هيكون كوست التخزين بتاعك من البيريود اللي انت فيها لحد البيريود الجايه. نفترض مثلا ان انت بتطلب الطلب كل 3 شهور، حلو، فبالتالي هنا الكوست بتاعك هيكون كوست التخزين لمده الثلاث شهور دي اللي هو الهولدنج كوست يعني. طيب نفترض ايه؟ ان انت في مكان بيصنع مثلا حلويات او مخبز معين تمام. فدلوقتي انت انتجت كميه كبيره، ف القطع اللي بتفضل منك في الاخر خلاص بعد اليوم ما خلص وبعت حاجات كتير وبعت كل اللي عندك، فضل مثلا قطعه واحده، فالقطعه دي هتعمل فيها ايه؟ حاجه من الاتنين يعني، يا اما هترميها او خلاص باظت او هتاكلها انت، فبالتالي مش هتستفاد منها، فبالتالي كده انت خسرت الكوست اللي هي كلفته لك يعني. انت عشان تعملها كلفتك 2 دولار، فبالتالي انت خسرت 2 دولار تمام. او يا اما تبيعها لواحد تاني بسعر مثلا 1 دولار بس، يبقى هنا في الحاله دي انت خسرت قد ايه؟ 1 دولار. وهكذا بقى في المثال، انا بدي مثال بسيط، المسائل نفس النظام بس ايه، ركز بس كده وجمع شحطات امرك. طيب إيه الحاجة التانية؟ مثلا نفترض ان انت في مكان بتصنع ايه، بتصنع حاجات معينة زي مثلا سبير بارتس او حاجة، والسبير بارتس ديت لو هي ما اتباعتش في بيريود معينة، نفترض لو ما اتباعتش في شهر، فانت بعد الشهر الحاجة ديت هتبيعها بنسبة قليلة، بنسبة 10% من السعر اللي انت اللي هي كلفتهولك. نفترض انت مثلا بتصنع سبير بارت، السبير بارت ده بيكلفك 1500 دولار تمام، وقال لك لو ما تبيعش في اول شهر فانت هتبيعه بعد الشهر ده بنسبة 10% من 1500، يعني هتبيعه ب150 بس تمام. اللي هو مثلا قال لك هيبيعها بنسبة مخفضة، هيبيعها مثلا بنسبة 10% من السعر اللي هو عاملها بيه، هو عاملها مثلا ب100 تمام، فقال لك هيبيعها 10%، بمعنى انه هيبيعها ب10 جنيه بس او 10 دولار ايا كان. طيب فده كله اسمه سي اوفرج، معناه يعني من الاخر انت ترجمها كده، لو انت عملت زياده، الزياده ديت هتتصرف فيها ازاي تمام، او هي او هتخسر فيها كام؟ اكيد يا تعملها هولدنج، يا هتبيعها بسعر مخفض، يا ما ترميها خلاص تبقى اوبسوليت. طيب الحاجه التانيه اللي هي سي اندرج، دي معناها الحاجات اللي انت بتخسرها لو عندك نقص في الانتاج او لو حصل ستوك اوت. نفترض انت في نفس البيكر ستور ده، حلو، صنعت كميات معينة من الكوكيز في بداية اليوم، وجي في نص اليوم مثلا الكميات دي خلصت وجالك زبون او جالك كاستمر، فهتعمل ايه؟ فعندك هنا كذا سيناريو. اول سيناريو ان هو خلاص الزبون ده هيمشي ومش هياخد من عندك، فبالتالي كده انت خسرت ايه؟ انت طبعا ما خسرتش حاجة، انت خسرت الزبون نفسه. الزبون كان مثلا هيشتريها ب6 دولار وانت عاملها ب2، فانت كنت بتكسب 4، دلوقتي انت خسرت الـ4 دي، حلو، يبقى انت خسرت البروفيت بتاعك كده، انت خسرت البروفيت بتاعك في القطعه الواحده. زائد الراجل ده مثلا ممكن ما عادش يجي لك تاني، فبالتالي انت خسرت حاجه اسمها جود ويل، زي سمعه كده او ريبيتيشن. هما بيقدروا الريبيتيشن ديت او الجود ويل دي برقم معين، ما اعرفش بيقدروا ازاي، فتقول بقى البروفيت اللي انت خسرته زائد اللوست اوف جود ويل تمام. الحاجة التانية نفترض مثلا انت في مكان بيبيع عربيات او مكان بيعمل اوردر للعربيات، حلو، فبعد ما بعت العربيات بتاعتك كلها جيلك في نص الفترة، نفترض انت بتطلب الطلب كل شهر ولا حاجة، جه في نص الفترة في وحصل عندك ستوك اوت، يعني جه كاستمر طلب منك مثلا عربية وانت ما عادش عندك، فهتعمل ايه؟ يا اما هتعمل حاجه دايما اسمها emergency shipment او special shipment او special production، حلو، لو لقيت اي حاجه من الثلاثه دول، emergency shipment special shipment special production، دي معناه ان انت خلاص ما عادش عندك units، فبالتالي انت بتعمل run للحاجات ديت بحيث انك توفر units جديده تمام. طبعا اليونتس ديت الامرجنسي دي بتبقى مكلفه اكتر من الشيبمنت العاديه. فنفترض انت مثلا ايه، في العادي في النورمال شيبمنت بتكلفك 1000 دولار، حلو، بس عشان الكميه خلصت فهتعمل امرجنسي شيبمنت بتكلفك 1500 دولار، كده الكوست اللي انت خسرته هنا كام؟ 500، اللي هو الفرق ما بين النورمال وما بين الامرجنسي تمام، ده الفرق اللي بينهم يعني.
طب حلو، بعد ما جبت السي او والسي يو هتروح جايب حاجه اسمها كريتيكال ريشيو اللي هي بين قوسين اف اوف زد تساوي سي يو على سي او زائد سي او. حلو، طيب جبتها، الرقم اللي يطلع تروح داخل على الجدول ده. انا بفضل الجدول ده اللي اسمه زي شارت اند نص فانكشن عشان فيه الارقام كلها، سواء اقل من نص، اكبر من نص، سالب مش سالب، في الارقام كلها، انما جدول النص انا ما بعرفش ادخله. حلو، طيب فدلوقتي طلع لك مثلا رقم من الاف، خلي بالك ان ديت الكريتيكال ريشيو هو الاف اوف زد، تمام؟ فطلع لك مثلا من هنا نفترض انه 6 من 10، فانت بتروح مدور على الاف اوف زد من هنا ونشوف 6 من 10. لو ما لقيتوش في الجدول ده او ما لقيتوش بريسايسلي يعني بالظبط الجدول ده، الملف نفسه في بعده صفحة كتير قوي وفي حاجات بالتفصيل يعني، فتروح مدور على اقرب حاجة ل 6 من 10. هنا فين؟ ادي 6 من 10 مثلا، ده اقرب حاجة ليه. حلو، يبقى الزد بتاعتك ايه؟ اللي هي 28% بس، او مثلا خليها 27% عشان مثلا دي 61%، يعني حاول تقربها رقم قريب منها قوي يعني. او يا اما تخش على الجدول اللي بعده يعني في نفس البي دي اف ده هتلاقي فيه الارقام كتير قوي يعني. تمام، بعد ما طلعنا الزد غالب في المساله ديت عندك حاجه من الاثنين، يا اما هو يجيب لك الستاندرد ديفيشن، خلي بالك الستاندرد ديفيشن هو الاس هو السيجما من غير تربيع، انما الفاريانس لا، هو الاس تربيع هو الايه السيجما تربيع، فبالتالي لو اداك في المساله الفاريانس انت بتجيب الجذر بتاعه لان في القانون من غير جذر، تمام، او من غير تربيع قصدي يعني، انما لو قال لك الستاندرد ديفيشن كذا فانت بتروح واخده معوض فيها على القانون على طول. طيب فهو زي ما قلت لك في السيناريو الاولاني هو ممكن يجيب لك المين والفارينس او قصدي الستاندرد ديفيشن، فبتقول الزد اللي انت طلعتها مضروبه في المين زائد مضروبه في الستاندرد ديفيشن زائد المين، تمام، والرقم اللي هيطلع هيبقى هو ده الايه، هو ده الديماند بتاعك او الكميه اللي انت المفروض تنتجها في اليوم او الكميه اللي انت تعملها اوردر في اليوم. طيب السيناريو الثاني افرض ما جابش ليك لا ده ولا ده، بس جابها لك بالشكل ده، قال لك النمبر اوف ديماند بير دي، يعني ده عدد اليونت اللي انت عدد اليونت اللي انت ممكن تطلبها في اليوم او اللي انت ممكن تعملها برودكشن في اليوم، دي مش سيكونس لا، يعني دي مثلا يعني لو انت مش هتنتج ولا لو ولا واحده نسبتها قد ايه كذا، او لو الديماند بتاعك هيكون 3 فنسبته كذا، فاهم، ويجيب لك كل رقم والبروبابيلتي بتاعته. فلو جابها لك بالشكل ده فانت هنا هتعوز تطلع الميو والايه اللي هو المين يعني والستاندرد ديفيشن. المين بيساوي بقى سيجما الاكس اوف اف مضروبه في الاف اكس، ده يعتبر اكس وده اف اكس، ماشي، فهتروح ضارب ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده، يبقى هو ده كده ايه المين بس بكل بساطة. طب الستاندرد ديفيجن خلي بالك التربيع بيساوي ايه بقى، الرقم ده تربيع مضروب في ده زائد ده تربيع مضروب في ده زائد ده تربيع مضروب في ده زائد ده تربيع مضروب في ده، الباقي كله ناقص الميو تربيع، ناقص اللي هو المين بتاعهم تربيع، تمام. الناتج اللي يطلع تروح جايب الجذر بتاعه، يبقى انت كده جبت السيجما. طيب فدينا اظن بس دي تقريبا كل الخطوات اللي انت ممكن تحتاجها في المساله يعني. فدي مساله كده عشوائيه انا شفتها في الكتاب صفحه 300 رقم 43، صفحة 300 المسألة رقم 43. المسألة كده أنا طبعا طويلة أوي ما طبعا ما كتبتهاش، فهو بيقول لك ده دي كانت الداتا بتاعتها، قال لك النمبر اوف ديماند بير داي كذا وده البروبابيلتي بتاع كل واحد فيهم كذا، تمام، وقال لك يا معلم إن أنت لو في النورمال دايز، لو انت اولا قال لك دي تقريبا دي مصنع بيجيب سبير بارتس او بيعمل ديماند للسبير بارتس، تمام، فهو قال لك ايه ان هو بيعمل دايما السبير بارتس قبل فتره قبل 400 يوم، يعني السبير بارت ده الفتره اللي هو زي ما كنا زي ما نقولوا الصلاحيه بتاعتهم 400 يوم، تمام. فهو انت لو جبت لو عملت دي لو عملت اوردر للسبير بارتس قبل 400 يوم فبالتالي ده النورمال كوست بتاعك هيكلفك قد ايه، هيكلفك 1500، تمام، ده النورمال كوست. طيب ولو انت حصل عندك شورتج في نص نص الفتره ديت كده وحبيت يعني لو العدد دي خلص، لو السبير بارتس كلها بعتها كلها وحصل عندك شورتج وجاي لك كاستمر، فانت هتعمل ايه؟ قال لك في المساله هتعمل ايمرجنسي شيبمنت، تمام، وبس هنا القطعه الواحده هتكلفك 5000 دولار، تمام، يبقى انت كده ايه الامرجنسي كوست 5000 دولار والكوست العادي 1500، فبالتالي انت كده سي اندر ريدج بتاعك ايه الفرق ما بينهم 5000 ناقص 1500، يبقى سي اندر ريدج قد ايه 3500. طيب وبعدين قال لك لو الفترة ال 400 يوم خلصوا وانت لسه معاك كميه كبيره، ماشي، فقال لك قال لك هيكون في هولدنج كوست، الهولدنج كوست على فتره ال 400 يوم ب 8% بير داي، يعني معناه اليوم الواحد الاي بتاعته قد ايه 8%، خلي بالك 8%، يعني 8 من 1000،
فاهم؟ فبالتالي عشان ده بير دي، فعشان تجيبها في فترة ال 400 يوم هتروح ضارب 8 من 1000، يعني دي بيرسنت، 8 من 100% معناها 8 من 1000 في 400، هتطلع لك قد ايه؟ 32 من 100، او يعني 32%، يعني 32%، ودي كده رقم منطقي، فاهمين ولا ايه؟ طيب وقال لك ايه كمان؟ يعني بعد ما هتعمل الحاجه دي هولدنج طول ال 400 يوم، قال لك بعد ال 400 يوم هتعمل لها سكرابد 14% في الانيشال برايس، يعني انت ايه هتبيعها بسعر صغير جدا، ليها 6 دولار مصالحتها خلصت، فقال لك هتبيعها بنسبه 10% من السعر الاصلي بتاعها، السعر الاصلي 1500، 10% في 1500 على 150، فبالتالي انت هتبيعها ب 150، كده انت خسرت ايه بقى؟ يبقى السي اوفرج بتاعك، الهولدنج كوست بتاعك، الهولدنج كوست اللي هو 8 من 1000 مضروبه في 400، تمام؟ يعني هتطلع 32% مضروبه في كام بقى؟ اللي هو انت بعتها بقد ايه؟ بعتها ب 150، وانت اصلا هي مكلفاك 1500، فبالتالي انت السي اوفريج، يبقى سي اوفريج ده ال 32% مضروب في 1500، ماشي؟ اللي هو الهولدنج كوست، انت عارف ان الهولدنج كوست الاتش بتساوي الاي في السي، ده الاي والسي، تمام؟ زائد انت شاريها ب 1500 وبعتها ب 150، يبقى اللي انت خسرته هنا، حلو؟ مجموعهم على بعض يبقى كده ده سي اوفريج. والسي اندرج زي ما قلت لك، لو انت جبت كميه قليله فهتعوز تعمل امرجنسي شيبمنت، فهتكلفك 5000، مع ان الكوست العادي 1500، فبالتالي 3500. كريتيكال ريشيو اقسم ده على ده، طلع لك رقم معين. دخلنا الجدول اللي هو 65%، دخلنا الجدول عند ده 65%، طلعت تقريبا ايه ده الزد 4 من 10، اهي ده الزد 4 من 10، ماشي؟ هتجيب بقى الميو ازاي؟ تضرب ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده وهكذا، جبناها طلعت 1.5. والسيجما قال لك ايه؟ ده تربيع في ده زائد ده تربيع في ده، وفي الاخر كله ناقص ناقص ده تربيع ناقص الميو تربيع، القانونين اهم، تمام؟ طلع لك دي. طيب في الاخر بقى هو قال لك في المسألة نفسها، قال لك احسب لي الدي او الكيو، يعني ايا كان، بس قال لك انه الديماند دي قال لك بير داي، تمام؟ وانت بتحسبها في 400 يوم، فهو اساسا قال لك في المساله ان الارقام اللي تطلع اضربها في 400، فبكل بساطه القانون اللي بيطلع ايه؟ زد مضروبه في ديت مضروبه في 400 زائد الميو، ماشي، مضروبه في 400، طلعت لك الرقم ده. والمفروض ان هو ده كده، ما اعرفش بصراحه ده الحل صح ولا غلط، انا سالت الدكتور ولسه هيرد عليا باذن الله، فاتمنى اكون فدتكم باي حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله.